بسم الله الرحمن الرحيم. في الجزئية دي إن شاء الله في الدرس ده هيكون جزئية اللايتنج فيكس. طبعا اللايتنج يبقى معاها شوية تجارب ريندر بسيطة، يعني بتبقى أنا بسميها سكتشنج عشان خاطر بس نشوف السين بتاعنا عامل إيه. أولا هنبدأ ننزل لايت، هنحطه في الجزئية الخارجية. خلينا نفصل الحاجات دي دلوقتي، اوكي؟ يعني لما نفصلها اوريدي الحاجات دي مش هتأثر دلوقتي خالص واحنا بنعمل الريندر، عفوا اللايت. خلينا نعدل بس الروتيشن بتاع اللايت، نخليه كده اهو، نجيبه الحتة دي. جميل. هنظبط شوية المقاس بتاعه كده. جميل. هنخلي الاوبشن بتاعته تكون اعلى من كده، خليها مثلا 150 اريا شادو. ممكن نفعل لو عندكم في الجرافيك كارد الاوبن جي ال، ممكن نفعل الشادوز عشان نشوف ايه الاخبار. يعني كده ظريف، بس ايه افكر انزلها تحت حبه واجيبها، يعني نجيبها هنا كده تكون الشكل ده افضل. نبص كده على الاوبجكتس، تمام. اللايتس هنا اتس اوكي بالطريقه دي، خليها كده. بس هنظبط شويه حاجات فيها. نفتح اللايت كده، بصوا خلينا نقل شويه اللايت انتنسيتي ل 125، يعني كده اقل شويه. هي كده كويسه، تمام. نظبط بس هنا ديتيلز. جميل. هنعمل نيو لايت اريا برضو، هنحطه في الحتة اللي هي ورا دي. نظبط مقاسه كده اهو. جميل. خليه بالشكل ده بس. دوت طبعا اللي عليه هيبقى فيه شغل كتير. هنقل طبعا الانتنسي بتاعته ل 50%، مش هنعمل فيه شادوز. وطبعا هنستخدم السينز، السين في اكسكلود، هنحط فيه اوبجكتس كتيره، اوكي. بس دلوقتي طبعا هنعمل اكتف للاوبجكتس. طب عشان احنا ما نتلخبطش، خلينا نسمي الحاجات دي واحده واحده. الكنبه، عشان لما نيجي نعمل اكسلودز يبقى مظبوط معانا. ممكن نحتاج نعمل انكلودنج، نعمل دي المغاسل او المغسله واحد، ودي المغسله اثنين، مغسله اثنين. نعمل دي بعد كده الحوض او البانيو. خلاط البانيو. ستة حامل الصابون والمعجون. معجون. جميل. البيكي دوش. بيكي دوش. دي هتبقى اكسسوارات. اكسسوار بيكي. هنا التواليتس. التواليتس. دي هنسميها الفوز القش.
احنا هنعرف ان معاهم الحاجات دي. دي هنسميها المناشف والمناديل، هنعرف ان هي الحته دي. دي هنسميها الكشافات، كشافات والزجاج، ودي هتبقى المكتبة، دي هنعملها الغرفة كده. اسم بتاعنا التمل الحمد لله. هنروح بقى لللايت بتاعت اللي هي الباك لايت، او دي هنسميها مين لايت. اوكي، هنخلي دي باك لايت. جميل. بعد كده هنبدأ نظبط الاكسكيود بتاعنا في السنة. هنحتاج نحط اول حاجة الغرفة. احنا مش عايزين الاضاءة اللي ورا دي تنور على الغرفة خالص، عايزين تنور على بس بعض الحاجات. هناخد الفازات، الفازة مش عايزينها برضو تنور، الفازة او لا الفازة اللي هي الكشافات دول مش عايزينها تنور على الموديل، او اللمبة ما تنورش على الكشافات، على الحاجات اللي هي اللي هناك دي. اوكي، ومحتاجين برضو المناشف والمناديل. هنعدل بس الزيت دي المناشف. جميل، هنحطها معاهم، احنا مش عايزينها برضو تعمل المناشف. نحطها هنا زي ما تلاحظوا، احنا لما بنعمل الحركة دي لاحظوا كده معايا، لما بحط المناشف والمناديل بتفصل الإضاءة عليها اهو، ممكن كده هتبان اهي. جميل، طبعا انا عايزها ما تبقاش باينة كده. عندنا الغرفة والكشافات والزجاج انا مش عايزها تنور عليهم. في جزء تاني برضو مش عايزها تنور عليهم، وهي الكابينيه. هناخده ونحطه هنا اهو كده. تمام، هنعمل سيف بس مؤقتا، وبعد كده نبدا نعمل لايتس جديده. انا محتاج ان احنا نعمل اي اس لايتس، هنعمل حوالي 6 أو 7 اي اس لايتس، 1 2 3 4 5 6 7. هنختار طبعا اي اس لايتس مختلفه، هنلاقيها في الاسطوانه في تشكيله كبيره من الاي اس لايتس. هنختار منهم بعض الحاجات، هننزل اي اس لايت. نروح للبريفرنس، هنلاقي اي اس لايتس، هننزل الاي اس لايت رقم 7. اوكي، طبعا احنا هنظبط مكانه دلوقتي، طبعا هنلفه بالطريقه دي، نظبط مكانه انه يكون معمول للفازة الكبيرة بتاعت الحجر. اوكي، هنعمل هنا واحدة وهنا واحدة، بس دلوقتي خليني اظبط مكانها كويس. هنحطها هنا. جميل، هنجيبها هنا شوية علشان خاطر تدينا الطريقة بتاعت الأساس كده. جميل، انا اروح للاوبشن بتاعتها. طبعا هي هنا بتبقى عاليه شويه، احنا نخليها بس 2000. جميل، انا بفكر اني اظبط حاجه هنا بس بعدين ممكن نبقى نعملها. اوكي، دلوقتي هنا كده بقى الموضوع سهل شويه. سوري، هنعمل واحدة جديدة من اللايت،
ننزلها بس تحت الباترين اللي تحتيها على طول. اهو جميل. هيبقى عندنا تو لايتس في الحته دي. طبعا خلينا نعمل اللايتس بتاعه الاي اي اس لايت كو جروب، هنسميها اي اي اس لايتس. جميل. خلي بالنا ان احنا نعمل كل اللايتس دي في الجنرال، هنعملها شادو اريا. هننزل ده برضو هنعمل له بيست، وهنروح نحطه في الحتة بتاعة السقف، او ممكن نبتدي بدول عشان دي شكلها محتاجة تعديل. عايزين نروح لها نشوف. ايوه هذا فعلا محتاجة تعديل بسيط. اتش علشان نجيب اللايت تاني. هنحطه في الحته دي، يعني نحاول نظبطه بالطريقه دي. او لا، احنا هنا مش محتاجين اي اس لايت، احنا هنا بس اللي محتاجين اي اس. هنا هنعمل واحد اومني بعدين اوكي. نظبطه بس كده مع بعض، اتنين زي بعض، ونظبط مكانهم كويس. بعد كده هنعمل لهم الاثنين سيلكشن، ونروح نشوف هم المفروض يبقوا فين. كده جميل جدا. نشوف هنا ايه الاخبار. طبعا دول هنغير النوعيه بتاعه اللايت بتاعها لحاجه ثانيه، فهنروح للفوتومتريك. هي هنا اوريدي 7. احنا هنختار نوع، هنفتح نفس الفولدر، نختار مثلا رقم 24. طبعا انا حفظتهم اوريدي، بس انت ممكن تختاروا حاجه منهم. احنا هنعمل دول 1000، ممكن يبقوا مثلا زياده عن كده، يعني حاجه بسيطه. جميل. برضو هنسيبهم معمولين اريا شادو بالطريقه دي. ما تقلقوش، احنا هنظبط برضو الحاجات دي في السين بتاعها، هنعدل شويه حاجات على السن عشان نوصل لحاجات كويسه. الحته دي طبعا هنضطر ان احنا نعمل كوبي بيست لاخر لمبه، هناخدها ونوديها على الجزئيه دي. جميل. نحطها هنا اهو، هنعمل منها كوبي تاني نحطه على اللمبة اللي بعديها، وهكذا على اخر واحدة. تكون كده اضاءة الاي اس لايت في الترتيب خلصت. جميل. كده طبعا السين بيتكلم عن الحكاية دي. هننزل دي بس تحت شوية عشان خاطر تنور على المكان اللي احنا عايزينه. جميل. ممكن دول نرجعهم سنة ورا. جميل. هنخلي بس اخر تلاتة اي اس لايت، هنخلي لهم الفولومتريك 2000، وهنخليهم زي رقم 7 الاولاني. معلش هنخليهم 2000. اوكي كده جميل. اللي هم هيبقوا زي اللي هناك، دول بيبقوا اقوى شويه عن دول، وبيبقوا شكلهم مختلف شويه. دول بيبقوا جوه باترينا، يعني هي الاي اس لايتس احنا مش عايزين نعمل لها سين اكسكيود او اي حاجه، لانه احنا محتاجين ان اللايتس دي تبقى شادوز اند بي بامبس
او سكيلد على المودلز. بس احنا دلوقتي محتاجين نعمل حاجه تانية هي لايت عادي خالص اومني. خلينا نفصل الحاجات دي شويه دلوقتي علشان خاطر اللايتس بتتقل الجهاز. خلينا نظبط الاومني لايت الجديده بتاعتنا في الحته دي. طبعا هنعملها فيزبل. نظبط مكانها بس مناسب اهو. هنعملها فيزبل. الفيزبلتي هتكون اقل من كده بكتير طبعا. هنخلي الفيزبلتي اقل من كده. هنخلي دي 0.5. جميل. هنعمل لها لانس اكتف لانس سينما 4 دي. هنشيل رينج ان اكتف. خلي دي 15 في السكيل و 15 في البرايتنس. هنشوف كده. هو بقى في لينس بس هي مش هتبان دلوقتي عشان خاطر اللايتس مش مظبوطه. بس احنا دلوقتي ظبطناها مؤقتا بحيث ان هي تبقى باينه. خلينا نعمل دي السينما 4 دي في اللينس. معلش احنا هنسيبها زي ما هي كده دلوقتي. بعد كده هنظبط لدول برضو نفس الموضوع. هنعمل كوبي للجزئيات اللي هنا. جميل. نكبر دي شويه نخلي الفيزيبيلتي بتاعتها مثلا 20. هنا اخليها بس 2. عايزين نعمل اللينس بتاعها 20%. جميل. هنعمل كوبي هنا. كوبي تانية هنا. طبعا اللايتس دي كلها متقلقوش خالص هنلغيها تماما. اول حاجه خليني اظبط دول في مكانهم المناسب هنا. بعد كده هنعمل سيلكت اول. نروح للسين نبدا نظبط الحاجات دي كلها جوه السين لان مش عايزين احنا الحاجات دي تنور. دي مجرد احنا عايزينها تكون وتدينا لينس بسيط. فاحنا هنشيل كل الحاجات دي جوه الموديل بتاعنا. هنظلمها يعني. اوكي. مش عايزينها تنور على اي حاجه من دول. خلي الاي اس الاول. او هنجيب المين لايت الاول عشان نشوف كل حاجه تمام كده. البروجكت بقى جميل جدا وبدا يوضح قدامنا. في هنا بس حاجه عايزين نعملها بسيطه جدا هي سلندر صغيره هتتحط على الحيطه في الحته دي. هتكون سلكت يعني نص دايره بالطريقه دي. نظبط بس ايه الطول بتاعها. خليني اجيبها في الحته دي. خلينا نطولها اكتر من كده. جميل. هنعمل لها ماتيريال جديده. ممكن ناخد من دي كوبي ونعمل ماتيريال على برتقاني شويه. خلي نفس الاوبشنز اللي موجوده بس هنغمق دي ونحطها دراج دروب على السلندر. السلندر ممكن نقلل شويه
irritation segments ونحطها fiber nerves. ممكن نحطها مع اي حاجة من دول عشان خاطر ما تنورش على خليها مع الفاز القش او خليها مع فين الغرفة خليها مع الغرفة كده هو تحت منها على طول. دي هنخليها كيبك اوكي جميل. محتاجين بقى نبدا نظبط شويه حاجات في الماتيريالز. اولا هنخلي دي من اولها كده هنخلي دي في الكالر بتاعها افتح من كده شويه. عايزين نعمل سيف وبعد كده عايزين نحاول نظبط هنظبط اللايتس اكتر من كده. طيب عشان نقدر نظبط اللايتس دي انا رايي نعمل اولا عايزين ننزل سكاي قبل ما نجرب في الريندر. ننزل سكاي وهنعمل لها نيو ماتيريال نجيب الماتيريالز فوق شويه كده. هنعمل نيو ماتيريال هنشيل طبعا السلكشن كلها هنعمل اكتف للليمينس بس خلي الليمينس بتاعنا اعلى من كده شويه خلي مثلا 120% خلي الليمينيشنز بتاعنا كيو ام سي سامبلينج طبعا ده هيخلي السينما ياخد وقت في الريندر بس اتس اوكي okay. احنا محتاجين ده عشان الريليستيك بتاع الموديل يطلع تمام. نعمل سيف هنظبط شويه ديدات بسيطه يعني اللي هي بس تدينا الاستابيليتيز بتاعت الشغل. ممكن نعمل شاربنس خلي دي 9 مثلا او خليها 10% هنشوف كده اللايتس هنجرب كذا شو ويندو كده صغيره بحيث نشوف ايه الاخبار. دي اللينس اللي ظهرت اهي طبعا انا عايز برضو اللينس تظهر في الحته دي برضو فخلينا نعمل ريندر للجزئيه دي. نعمل هنا عايزين نعمل دول اون عشان نجرب بطريقه سليمه. اوكي خليني اعمل ريندر تاني للجزئيه دي كلها. تمام يعني هي دي ممكن انا شايف ان احنا يعني دول الثلاثه دول محتاجين ان هم يتشيل التشيل بتاعهم الرينج دي تتشيل ان اكتف رينج. جميل يعني خليني اقلل دي شويه ل 18% عايز اتاكد من دي الرينج بتاعتها اخبارها ايه يعني انا شلتها بس اتس اوكي okay. نعمل سيف نجرب برضو تاني كده كده تمام. تعالوا نشوف هنا الاخبار انا عايز اعمل يعني ويند صغيره كده في كل مكان عشان خاطر اشوف البروجكت بتاعي الريندر بتاعه هيبقى عامل ازاي يعني وبعد كده ببدا اشوف الماتيريالز محتاجه ايه او اللايتس محتاجه تتظبط ازاي واظبطها. طيب هنا محتاجين ان دي يعني دي كويسه معقوله لغايه دلوقتي بس نشوف برضو الريندر في الحته دي. ال QMC sampling بيضيع وقت شوية في الأول بس ما بيضيعش وقت في الريندر بيضيع وقت في التجميع بس ما بيضيعش وقت في الريندر خالص
يعني انا شايف كده كويس معقول كمبدئيا، بس طبعا احنا محتاجين نظبط حاجات كتيره في فيندر سيتنجز. بس احنا كده السيت اب بتاع اللايتس ظبط معانا جميل جدا. نعمل سيف ونتاكد بس من بعض الحاجات. عندي الكنبه هنا محتاج ان انا اجرب الريندر عليها عشان احتمال اعمل لها لايت لوحدها ويبقى اكسكلود على كل الغرفة الا الكنبة. هنشوف لو كده هتحتاج لايتس، وانا اعتقد ان هي هتحتاج لايتس، هتبقى مظلمة قوي. ما ننساش ان احنا عاملين البروجكت الاضاءة تكون يعني عن طريق الاي اس لايتس واضاءة خارجية بسيطة، فهي احنا محتاجين ان المكان يكون مظلم شوية بعض الشيء، ولكن مش للدرجة دي. هو طبعا هنا هيتظبط شوية معانا. هنحط اللايت جديد على الكنبة كده، يعني بحيث ان هو ينور على الكنبة دي كده. اوكي، وبعد كده هنروح، بس مش هنتلاعب خالص في الموديل، هنروح للسين ونعمل كل حاجة برضو في السين الا طبعا الكنبة. البانيو، هنعمل الصابون، البيك دوش، الاكسسوار، التواليت، الفاز، الناشف، الكشافات، المكتبة. أهم حاجة المكتبة دي، تأكد منها بس. المكتبة، البانيو ظبطناه، تمام. هنعمل سيف ونجرب دلوقتي كده. يعني موضوع الريندر او الويندو شو ويندوز الصغيره دي بتاخد وقت شويه في الموديل، معلش يعني دي حاجه بتبقى عارضه شويه، بالذات في التظبيط او في السيت اب، في اللايت سيت اب بياخد وقت. فيعني دي اعذروني فيها، ما اقدرش اظبطها، ان انا بحاول اقلل الوقت قد ما اقدر. هنا زي ما انتم شايفين كده بدأت تنور اكتر. انا شايف ان الماتيريالز مش محتاجه تظبيط خالص، بس ممكن اعمل دي اللايت دي نجرب كده نعمل لها شادو اريا عشان خاطر الرجول. هنعمل ريندر بس على الرجول. لا مفيش داعي للشادو، يعني هي بالعكس كانت اوضح اكتر. كده احنا خلصنا اللايت سيت اب. بعد كده هنخش على السيتنج بتاعت الريندر، وبعد كده نعمل الريندر النهائي. بس انا يعني بحب دايما قبل ما اقفل الجزئية عشان ما ارجعلهاش تاني اتأكد من كل حاجة مظبوطة. فاحنا هنا عندنا السين ده معكوس لكل حاجة تمام. ممكن ده في الجنرال تمام. السكاي بتاعتنا، السكاي بتاعتنا مظبوطه. هنيجي نعمل ريندر كده بس على الباب بسيط معاها الجزئيه بتاعت الفازه دي عشان نشوف ايه الاخبار في المنطقه دي. في نفس الوقت احنا انا ببص على هنا علشان اشوف لو في اي غلطه نلحق نعملها قبل ما نخلص الجزئيه، لان جزئيه اللايت سيت اب بتبقى مهمه جدا في الاخر. كده احنا عملنا هنا سيت اب، عملنا حاجة تجربة كده، يعني هي تقريبا مش فاشلة قوي، بس هي محتاجة تعديلات. كويس ان احنا جربناها قبل ما نقفل الجزئية دي. في عندي هنا 1 and 2 محتاجين نرجع ورا اهو، محتاجين ان هما يتعلوا سنة. خليهم مثلا خليهم 2200، 2400، نجرب كده حبة حبة، وبعد كده نشوف هنا ايه الأخبار. تمام كده، تمام.
تعال نشوف اللي هي اللي تحت دي، بس خلينا ناخد بلندر كده الجزئية دي كلها. الأرضية محتاجة تعديل بسيط في الماتيريال هنا، معقول جدا الجزئية دي. احنا محتاجين AO على فكرة، بس طبعا دي انا مش هعملها دلوقتي، انا هعملها في الجزئية بتاعت البلندر. الماتيريال محتاجة تظبيط شوية بالنسبة للميس بتاعت الأرضية دي، هنعملها فلور ودي هنسميها جود، دي هنسميها روم فايندر اسلاند سكاي عشان ما نتلخبطش، ودي مكتبة المكتبة مين تمام كده. خلينا نظبط الماتيريال بتاعتنا هنا شويه. خلينا نروح للريفلكشن، خلي دي 7 مثلا، خلي دي 15، خلي دي 7%، بص خليها 17، نروح للبام نقل بس شويه نخليها 50%، ممكن نخليها 60. سبيكيولر محتاج طبعا يتظبط، هنخلي دي 40، لا خلينا نخلي دي 30 بس، ودي نقلها برضو ل 50. تمام كده جميل، نجرب كده. هنعمل الجزئية دي عشان خاطر نشوف دي والخشب برضو بتاعتها، احتمال كبير اعدل برضو على الماتيريال بتاع دي، بس هنبقى نعدلها بقى في الجزئيه الاخيره بتاعت الريندر. عشان كده احنا هنخرج بره موضوع اللايتس عشان ما نتلخبطش، فهندخل في موضوع الريندر بعد كده نبقى نظبط النقطه دي، بس عايزين نشوف دي وبعد كده نروح للجزئيه اللي بعديها. كده الارضيه بقت تمام، بس طبعا الماتيريال بتاعت الخشب برضو محتاجه تتعدل حاجات بسيطه، هنعدلها الجزئية بتاعت الريندر. أراكم بخير إن شاء الله في الجزئية القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.